سألنا الكثير من المرشحين عن موضوع الرئاسة. الكثير طرح بأنه المجال مفتوح وأن الرئاسة ليست حقرا على أحد. صحيح. نحن اليوم أمام أحد أقوى من تولوا رئاسة مجلس الأمة في الكويت. فبنسأل حضرتك يعني هل تطمح إلى الرئاسة أو إن شاء الله في حال وصول حضرتك إلى مجلس الأمة؟ إجابتي على هذا السؤال لن تتغير عن كل إجاباتي السابقة في جميع الانتخابات السابقة. أنا مرشح عن الدائرة الثانية الآن لنيل ثقة المواطنين بشرف تمثيلهم داخل مجلس الأمة. ومتى ما حظيت بهذا الشرف الذي أعتز بأن أهالي دائرتي شرفوني فيه في المرات السابقة، تقيم ما في شيء مو يعني محرم أو ممنوع. هذا الترشح للرئاسة حق مو فقط لي، حق للخمسين نائب، خمسين نائب. إنما التقييم والتقدير يأتي بعد نيل الثقة، وهذا كان يعني دائما ديدني ونهجي في المرات السابقة. ما في شيء يمنع، لكني أخدم الكويت والكويتيين وأتشرف بأن أكون خادما لهم، سواء كنت فوق المنصة أو كنت تحت.